المهم هنفتح ليسون 11، تمام كده في الكيس ستادي، وهنفتح الفايل اللي اسمه راتشيت بوك ويندوز اوبن. تمام، هيفتح لنا الفايل دوت او الشيت اللي احنا شايفينه قدامنا ده في الفيو دوت بتاع الدروينج. سريعا كده يعني البانل اللي قدامنا بتاعت الدروينج مختلفة شوية عن البانل بتاعت اللي هي البورت. لو عايزين نبص عليها نرجع كده، احنا عندنا بورت واسمبلي ودروينج. عايزين نفتح دروينج نبتدي نفتحه من هنا، تمام كده. طيب انا عايز اسقط الموديل بتاعي في الدروينج عن طريق ان انا بستخدم البانل اللي في الجنب دي، تمام، اللي هي الفيو ايه ليت، خلاص بتوضح لي كل الايه الفيوهات اللي اقدر انزلها او اسقطها عندي للايه للموديل او للبورت اللي انا رسمته. توب وفرونت وبلان والكلام دوت، والسلايد بقى بيزود شوية ايه شوية فيوهات تانية. خلاص تمام، البانل اللي قدامنا دي الموديل فيو دي اللي بيظهر فيها ايه الموديل فيو او البورت اللي احنا هنشتغل عليه. لو دوسنا نيكست على الماوس ده بيبتدي يظهر لي الاوضاع بتاعت البورت، انا عايزه رايت عايزه ليفت عايزه باك، انا عايز انهي فيو من الفيوهات ديت، ببتدي اختاره وانزله عندي على الدروينج شيت بتاعي. تمام، نرجع للباوربوينت. فاول حاجه معانا النهارده هتعلمها في الرسمه اللي قدامي ديت، ان انا ازاي اعمل حاجه اسمها سيكشن فيو. اول حاجه اعملها اللي هي سيكشن فيو. طبعا بعد ما بحط الفيو اللي انا محتاجه ببتدي اشوف انا عايز اظهر تفاصيله ازاي. دي الراتشت بودي اللي احنا خدناها قبل كده في الكورس، يعني في الاول سيكشن فيو اهو موجود عندي. ابتدي اختار ان انا عايز اعمل سيكشن فيو، هل انا عايز اعمله طولي افقي زي ما انا عايز واخد ميل معين، هل هو على 3 بوينت اقدر اعمل سيكشن فيو زي ما انا عايز. احنا نختار الهوريزونتال وهطلع فوق كده بالماوس عشان يبقى اتجاهه لفوق، خلاص، وهنزل السكشن فيو كده لتحت، تمام، وابتدي بقى اظبط السكشن فيو بتاعي زي ما انا محتاجه انه يظهر عندي الرسمه بتاعتي. انا عايز اوفر سلايد سكشن وسلايد سكشن ومش عايزه يجيب لي دي كده الدايمنشن اللي هو مرسوم بيها، خلاص. لا انا مش عايزه يجيب لي الدايمنشن، انا عايزه مجرد فيو بس. خلاص كده. بالنسبه للديسبلاي ستايل، انا عايز الديسبلاي ستايل اللي احنا مختارينه ده من هيد من لاينز اريا ورموف، وان يوز الشيت سكيل. خلاص كده شيت سكيل السكيل معي واخد الشيت واخد سكيل معين متثبت على كل الرسومات، فاحنا هنستخدم الايه الشيت سكيل ده كده الايه سيكشن سي اللي انا عايز اضيفه عندي في الرسمه بتاعتي. هقول اوكي وابتدي اخد سيكشن تاني في المقطع ده نفس الموضوع، وهبتدي اقول له انا عايز بارشال، وبرضه مش عايز امبورت الانوتيشن، وعايز السكيل بتاعي يكون الايه الشيت سكيل، واقول له اوكي. كده انا عملت 2 سيكشن فيو. طبعا السيكشن فيو مرتبط بالايه بالمكان اللي انا خدت فيه السيكشن، يعني مش بيتحرك يمين وشمال، هو بيتحرك افق راسي بس طبقا للايه المكان اللي خدت فيه السيكشن. طب انا عايز احركه يمين وشمال واعمل اكثر الالاينمنت ده، ببتدي ادوس على الفيو نفسه كليك يمين، وباجي على الالاينمنت وبقول له بريك الاينمنت،
بيكسر الالاينمنت ده، فببتدي اتحرك بالسيكشن زي ما انا عايز. هو كده كده واخد سيكشن سي، فانا عارف هو فين خلاص. لو انا عندي المساحه مش ايه مش متاحه عندي في الرسم، انا هقول لكم انا عملت كده ليه دلوقتي واحنا شغالين. خلاص كده وادي السيكشن دي، هبتدي اخد فيو تاني. من الموديل فيو خلاص كده نيكست رايت، وبعدين نفتح الموديل فيو اقول له اوكي. هاخد انا الرايت وبعدين زي ما هو كده، بس انا هعمل يوز الشيت سكيل وأحطه هنا كده. تمام، واضح إن هو عندي إيه أكبر من الرسمة أو أكبر من اللوحة بتاعتي، بس هو معمول كده الغرض إن أنا هتعلم دلوقتي حاجة جديدة وهي اسمها البريك فيو. أنا بفرض برسم أي حاجة فيها أطوال يعني، فببتدي عايز اظهر على اللوحه بتاعتي الصغيره ديت، فبعمل لها البريك فيو دوت. فبيقول لي انت هتعمله في انهي فيو، فبختار الفيو وابتدي اديله انا عايز اعمل البريك فيو في انهي حته. فبقول له والله ان انا الجاب بتاعتي عايزها 30 تبقى كبيره شويه. دي بقى شوية اوبشنات كده اللي شكله واتجاهه والمسافة ما بين اللي هي الجاب يعني. تمام، هبتدي اسحب بقى السكشن بتاعي ده هنا كده. وهدوس وانا على السكشن همسك كليك يمين واعمل الاينمنت هوريزونتال باي اوريجين، وهعمل له الاينمنت مع ايه مع الفيو ده. نفس القصة هنا، يبقى انا هنا كده قدرت اوضح لاي حد بيبص على اللوحه ان المقطع ده شكله عامل كده، السكشن بتاعه عامل كده، وان المقطع ده السكشن بتاعه عامل ايه عامل كده. خلاص يبقى اول حاجه لما اعمل احب اعمل سكشن بقدر اعمله عن طريق السكشن فيو، وقدرت استخدم حاجه اسمها الايه البريك فيو. تمام كده، تمام. عايز اضيف دايمنشن، بخش على الانوتيشن واعمل سمارت دايمنشن، أضيف أي دايمنشن أنا محتاج أضيفه. نفترض إن إحنا هنضيف طول الراتش دي كلها. تمام، هناخد بالنا كده إن هو بيحط الدايمنشن عامل رسمة الزجزاج دي، يعني مش هو ده الطول الحقيقي بتاعها، هو طولها أكبر من كده ولكن هي إيه مختصرة. تمام، طيب ايه تاني؟ في حاجة تانية عندي، تولز تانية او اداة تانية اسمها الدلتا فيو. الدلتا فيو دي اكني بعمل بالظبط ايه، اسف، الديتيلد فيو. الديتيلد فيو اكني بالظبط بعمل زومينج على حتة معينة او مكان معين عايز اكبره كده علشان يظهر معايا بكل الديتيل بتاعته. تمام، ممكن اغير الاسم بتاعه دوت زي ما انا عايز، يعني ده اسمه ديتيل اي، انا ممكن الغي الاسم ده خالص.
تمام. هسميه مثلا هيد. طب اسمها ايه؟ تيل هيد بدل ايه يعني؟ هو ابتدي اضيف عليها الدايمنشن اللي انا عايزها بحيث ان انا اوضح. ولنفترض الانجل دي لو هي حاكمة بالنسبة لي يعني في الديزاين. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نعمل السكشن فيو وازاي نعمل الزجزاج فيو الزجزاج البروكن انا اسف البريك فيو يعني، وازاي نعمل الديتيلد فيو واضيف عليه الدايمنشن. طيب في حد عنده اسئله في الجزء ده سريعا كده؟ حد عنده أي أسئلة في الجزء البسيط اللي احنا شرحناه ده؟ تمام نكمل. طيب أنا ممكن أعمل شيء تاني الأول. الشيء ده نفسه ممكن أنا أغير اسمه، لو وقفت عليه كليك كده ودوست عليه كليك تاني هيديني اكني بعمل رينيم. هسميه مثلا بروجكت. تمام هنلاقي اسمه اتغير تحت بروجكت. طب لو عايز اضيف شيت تاني بقى لنفس الفايل هعمل اد شيت، هيفتح لي شيت تاني. تمام لنفس الايه البودي. طيب هعمل ايه في الشيت ده؟ هنضيف عليه شويه ديتيل تاني، هنسمي ده مثلا ماشين ريفيو. او الماشين يعني ماشين. تمام طيب هنعمل ايه فيه؟ نفتح الفيديو. وهنختار منه فايت فولدر. في عندي بقى هنا اوبشن تاني ان انا اظبط السكيل بتاع الايه الفيو بتاعي زي ما انا عايز، يا اما اشتغل بالايه يوز اشيت ايه سكيل. لو استخدمت شيت سكيل المره دي هيبقى الرسمه بتاعتي صغيره قوي، فانا ممكن اكبر السكيل بتاعي مثلا حسب المساحه بتاعت اللوحه بتاعتي، مثلا اخليه من 1 لـ 3 او 1 لـ 2 مثلا. هذه صغيرة برضو ممكن أكبر السكيل شوية أو خلينا 1 لـ 1 كتير. طيب خلاص خلينا 1 لـ 1.5 كده مناسب شوية. تمام ممكن أعمل بقى إيه من الـ view دوت أخد projection view. projection view يعني من الـ view ده أبتدي أخد
البلان بتاعه والسايد والاليفيشن كده. تمام كده، واضح معايا؟ فناخد البلان فيو من الفيو ده، هقول له اوكي، وبعدين هاخد ديتيل ده فيو من الهيد، هقدر اطبع عليه على الدايمنشن اكتر. الهيد بتاعك اهي، طبعا زي ما انتم شايفين، بس البلين فيه شوية ايدج كتير، فانا ممكن اختار تانجنت ايدج، اقول له تانجنت ايدج ريموف، عشان بس تبقى الرسمة بتاعتي واضحة شوية، مبقاش فيها خطوط كتير. تمام، ممكن اخد بقى سيكشن فيو في الدي في الديتيلد فيو دوت، ابتدي يوضح الدنيا اكتر. كل ده بتوقف عليك انت وانت شغال، انت محتاج ايه تظهره في الرسم عشان تقدر تعمل ماشينينج للبارت بتاعك. في حد مركز مثلا معانا لما يبتدي يدي الاطوال ديت، في حد هيبقى عايز يظهر ان السكشن بتاع البارت ده سيركلر، في حد عايز يظهر ان ده مش ان ده تعمل بالشكل الفلاني. نبتدي ندي بقى هنا ايه هي النقط الحكم عندي وايه هي البدايات. اضيف بقى الدايمنشن بتاعتي، مثلا ممكن ابتدي احط ان انا ده عندي داتا اشتغل من عليه، مش داتا تارجت، داتا فيتشر، يعني الصالح ده بالنسبة لي حاجة. وده برضه، وبعدين يعني اظبط ده وابتدي اظبط بقية الاسطح عليه من حيث السنترية مثلا، او اظبط ده وابتدي اظبط الالاينمنت بتاع الاسطح عليه. يبقى اهم حاجة عندي ده يكون ايه، ده الزيرو بتاعي، كلمة ديتا دي اكن ده الزيرو بتاعي اللي بظبط عليه الايه البارت ده. خلاص كده بضيف بقى الدايمنشن انا محتاجها، مثلا افترض ان انا عايز اضيف العمق ده هيبقى كام، عايز اضيف الجزء ده وأعد بقى الدايمنشن اللي أنا محتاج إيه أظهرها عندي في الرسمة بتاعتي. تمام، طيب ايه تاني ممكن نتعلمه النهارده؟ نتعلم ان احنا ممكن البارت بتاعي دوت ليه كذا كونفيجريشن، ليه كذا كونفيجريشن. فلو جيت عند دروينج كده واخترت مثلا ان انا عايز البارت ده ايزومتري، هحطه هنا كده بحيث ان اللي بيشتغل يبقى شايف رسمة البارت اللي هو بيعمله عاملة ازاي، شكلها عامل ازاي، متخيلها وهو شغال، علشان الدنيا ما تبقاش تايهة معاه. طيب ممكن اكبر شوية السكيل بس تبقى واضحة معانا. تمام كده، اد عايز اغير الكونفيجريشن بتاعها، يعني ادوس كليك يمين على الفيو نفسه وهبتدي افتح، ثواني كليك يمين وهبتدي افتح البروبرتيز بتاعت الفيو، يوزر نيم اوف كونفيجريشن مين بتاعها يعني واحد فيهم. في عندي اللونج فور الفورجت لونج، وفي الفورجت شورت، وفي الماشين دي شورت، وفي اللونج شورت. يعني واحد انا عايز اظهره مثلا، هناخد اللونج مثلا وادوس اوكي،
هيبقى ده الفيو، ده الفيو اللي ايه، او ده الكونفيجريشن اللي انا مثلا محتاجه ان هو يبقى ظاهر في الايه، في الشيت ده. مثلا نفترض ان انا عايز الماشين لونج مثلا، تمام كده. ممكن اد نوت تقول لي ايه البارت ده او ايه الكونفيجريشن بتاعته. فلما بحط النوت كده انا ممكن اكتبها بايدي، اكتب اللي انا عايزه، اي حاجه انا محتاج اكتبها بالنوت بتاعتي، اي هنت انا عايز احطها على رسمه، اي حاجه عايز اوضحها عن طريق النوت، او ان انا بعمل لينك تو بروبرتي، اربطها بروبرتي النوت دي تبقى مربوطه ببروبرتي معينه عندي في الايه، في البارت بتاعي. انا هربطها بان هو انا عايز احط دوت النيم اوف كونفيجريشن، هو على طول ضاف لي النيم اوف كونفيجريشن، هدوس اوكي، حط لي النيم اوف كونفيجريشن بتاع البارت ده. ممكن اعمل فيو تاني في نفس اللوحة، اغير الكونفيجريشن بتاعه. ونفترض ان هو الماشين شورت مثلا، ده البارت او الجزء القصير يعني من الراتش ديت، اضيف للانتيشن بتاعتي وعمل لها برضه لينك تو ايه، كونفيجريشن نيم. ممكن بقى اكبر الخط، اصغر الخط، اظبط دنيتي، اشوف انا محتاج ايه يظهر وايه يتظبط وايه من ناقص وايه ازوده. الكلام ده كله عن طريق ايه بقى، كل يعني كل واحد وتظبيط الايه، اللوحة بتاعته. تمام، اي اسئلة بقى في اللي اتقال النهارده؟ هي جرعة سريعة كده مكثفة عشان بس ما يبقاش المحاضرة ده يعني طويلة ودمها تقيل، فانا شايف ان دي مناسبة ودي كويسة يعني. فالناس تقول لي كده بسرعة لو في اي اسئلة. احنا عملنا دلوقتي خدنا بارت اوريدي موجود عندي، عملنا عليه لوحتين، اللوحة الأولى اهي أظهرت في السكشنين دول والديتيلد فيو ديت، حطيت فيها الأنجل هنا، وأي حاجة بقى عايز أوضحها بتضيفها يعني. ده بالنسبة للفورهيد. الجزء الشيت التاني للماشين ده عشان ابتدي ايه، اصنع الجزء ده او اصنع البارت ده، فبيبقى فيه ديتيل اكتر غير الايه، من الجزء الفورنج. تمام، بس ده بالنسبه للدروينج على قد الاسينشال يعني. طبعا الدروينج ده كورس لوحده يعني، الدروينج ده كورس لوحده كبير زي الكورس اللي احنا خدناه ده. فدي هنت بس عشان نقدر نستخدم الدروينج في الايه واحنا شغالين، لو في مثلا حاجه بارت عملته وعايز انزله الدروينج بتاعه، فازاي اقدر انزله الدروينج بتاعه بقى. دي الفكره يعني، انت ازاي بتاخد البارت وبترسمه بقى الموديل، بعد ما تخلص الموديل بتبتدي تنزل له الستودي دروينج بتاعه عشان تنزله يتصنع يعني. أي أسئلة؟
على فكرة أغلب الحاجات اللي أنا استخدمتها النهاردة دي هي اللي هتستخدمها معظم، يعني هي دي اللي هتبقى المين تارجت بتاعك وأنت شغال في الرسم. يعني نادرا ما هتستخدم بيت الروشن، يعني بوصيفة يعني مش كتير يعني. طيب احنا لسه معانا يعني وقت، لو في حد عايز يسأل على حاجة يا جماعة. طيب تعالوا نعمل مثلا اي سامبل احنا كده مع بعض. خلاص كده احنا خدنا الموجود في الكورس النهاردة. هنقفل ده كده، هناخد الموضوع بالمراحل بتاعته يعني واحدة ستيب باي ستيب كده. أول حاجة أنا هعمل نيو بودي، تمام. هنعمله مثلا على لابتوب بلان، نرجع بس كده شوية يعني نفتكر مع بعض. هنعمل مثلا ريكتانجلر للستارت بتاعي مثلا، هقول له هو مثلا 130، وهنقول له مثلا اكسترود ثلاثين. يمكن نضيف له جزء تاني على الفيس ده كده، على فكرة ده شبه بارت تقريبا، أنا كنت يعني مش فاكر عملته قبل كده فيه في الامتحانات بتاعت ال professional. كنسول في الإكزام. هو ده كده كده مش هيديني كم، خلي 50 مثلا. وبعدين هنعمل offset entry 10 كيلو، خلي 5 مثلا. بعدين هنعمل extrude تمام. بعدين ممكن هنا سكتش طبعا الدايمنشن دي من نواحي خيال يعني، هي ممكن تكون قريبة من الدايمنشن بتاعت ال سولفت اكزامبل شوية، بس يعني مش فاكرها أوي. أنا هستخدم أوبشن تاني اسمه إيه بقى؟ أوس وون بلايند، مش ممكن نعمل بلايند سفرت جاي تاني ده، ونخلي 60 مثلا. ممكن
90 كتير. بس هعدي في الدايركشن التاني كمان. ايه عشرة مللي كمان. تمام كده. كده عمل بورد تاني او السلندر التاني يعني. أو بقى ممكن نستخدم يعني الأبلاي على اللي احنا خدناه. ممكن أقول إن الدايمنشن دي تعالوا نعمل حتة من اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت بتاعت الكونفيجريشن. ممكن أجي هنا أد إيكويشن أقول له كيو وأعمل أد إيكويشن وأدي جروبر فاريبل هسميه A وأقول له إنتر. الـ A دي بتساوي 40 إيكوال 40 ضفالي. وبعدين أرجع تاني للرسمة الأولانية خالص اللي هي السلندر الأولانية وأقول له مثلا سكتش هذا سكتش وأقول له والله الدايمنشن ده دبل ثريد إيكوال الـ A ربطولي بالـ A. أرجع تاني نقول نفس الكلام ده إيكوال الجلوبال فاريبل. لازم نتأكد إن إحنا أيوه كده هو مربطوش كده ربطه. لا هذا كده اهو سكيب. الكمبيوتر معني شوية يكون تمام. طالما كتب لي علامة دي يبقى ورا برضه بس اوكي. يبقى انا كده عملت دول بيساووا بعض وفي نفس الوقت رابطهم بجلوبال فاريبل اللي انا حطيته. وبعد كده اعمل اكسترود بعد كده ممكن نرموف عن اللي جوه ده. كات اكسترود هو بيقول لي هتكات ايه فانا هعمل دي على طول كونفرت انتري. الحته دي خلينا ناخد نركز فيها كده. انا دلوقتي بعمل ايه دخلت على الفيتشر على طول فبيقول لي عايز تعمل ايه كات اكسترود. طب كات اكسترود على انهي بلان علمت له على الفيس اللي انا عايز اعمله. طب الفيس دوت هو اصلا بيكات اكسترود على كونتور فهو فين الكونتور مش موجود انا ما رسمتش حاجه. طيب عايز اضيف الرسمه فقمت على طول فتح لي سكتش خدنا بالنا فوق كده اول ما قلت له اني البلان فتح لي سكتش فين الكونتور فالسكتش فاضي ما فيهوش حاجه فانا قمت معلم على السيركل دي وقلت له كونفرت انتيتي وبعد كده هقفل السكتش فهو هياخد ان ده الايه ده الكونتور اللي هيخش يعمل فيه ايه كات اكسترود اهو خده على طول. فهقول بس هو قول اوكي فاين الضفر جوه كده
ده شكل السيلندر بتاعي كده، ما فوقش ايه الحاجات اللي موجودة جوه ديت، الماتيريال اللي جوه دي. ممكن اعمل كمان كات اكسترود هنا، نفس القصة اكررها تاني. تمام، ما يعني عملت ايه ده موديل كده. ممكن ايه طبعا ايه مع الدايمنشن كده يبقى مظبوط اكتر يعني. تمام، طيب وبعدين بعد ما عملت الموديل ده هعمله سيف بارت 1 مثلا. ماشي، خلي في الديسكتوب او اي اسم تاني، خلي بارت كده. انا ممكن اول ما اخلص البارت بتاعي اقوم جاي هنا فايل واقول له ميك ايه drawing from file، ميك drawing from part، فهيعمل ايه؟ هياخد البارت على طول. اول حاجه بيفتحها لي بيقول لي انت عايز تختار ايه هو السايز بتاع اللوحه بتاعتك، هل هي ايه نوت، ايه 3، ايه 2، ايه 2، ايه 3، الكلام ده كله. انا محتاج انهي لوحة؟ انا هشتغل الاولاني دي، كنا كنا شغالين على فكرة على ايه نوت. انا هشتغل دي على ايه 4 اللي هو بتاعة البرينتر بتاع الكمبيوتر العادية. فتح لي هنا قال لي والله البارت بتاعك ده الفي اي بتاعته كلها اهي، ده التوب فيو، ده الفرونت فيو، ده الرايت فيو، شو انت عايز انهي لان فيهم. فانا هاخد الفرونت فيو مثلا. شوف انا محتاجه يظهر ازاي، يظهر كده او كده. السكيل بتاعه انا عايزه كام؟ 1 2 مثلا. ونشوف كده ده شكله عامل ازاي. ممكن أكبره كمان، نخليه 1 لـ1. لا بس كده شكله مش تمام أوي. 1 2 مناسب. بس أوكي. أبتدي بقى أضيف الـ annotation أو الـ dimension يعني اللي أنا عايزها. طيب انا والله الدايمنشن عندي كلها انا عايزها مثلا ايه، مش محتاجة يبقى برقمين ب2 ديجيت بعد العلامة يعني، ممكن اخليها ديجيت 1 او اخليها من غير ديجيت خالص لو انا ارقامي كلها صحيحة. تمام، ممكن اضيف بقى لو انا عايز اضيف مثلا اي سيمبل عندي للدايمنشن دي مثلا فاي مثلا، لو عايز اخلي الدايمنشن دي فيها فاي. طبعا يعني انا بدي مثال طبعا ده مش فاي، عايز تديها ديجري مثلا بلس ماينس، تمام، سنتر لاين، الكلام ده كله تقدر تضيفه عن طريق الايه، عن طريق الاوبشن ده. ده تطبيق يا جماعة، عملنا ايه؟ نستشرحه وعملنا موديل بسرعة كده وادينا له دايمنشن. عايز اخلي مثلا الاتجاه الدايمنشن ده مش عاجبني كده، عايز اخليه ماشي مع اللاين، فبختار الدايمنشن وباجي عند الكاستم بوزيشن
تكست بوزيشن هو اللي انا عايزه كده او كده زي ما انت محتاجه يعني، ترتاح للاسلوب ده. ونكمل بقية الدايمنشن بتاعتنا ونسقط بقية الفيوهات زي ما انتوا عايزين يعني. يعني ناخد بروجكت فيو مثلا، ده البلان بتاع الرسمة دي. وأضيف الدايمنشن بتاعتي، ممكن أخد بروجكت فيو بالسايز بلان كده او كده زي ما انت محتاج يعني، وتكمل بقى بقية الدايمنشن بتاعك. عايز تاخد سيكشن في حاجة برضو زي ما احنا عملنا يعني، عايز تاخد سيكشن افقي ولا رأسي، انا اخد مثلا سيكشن رأسي ونفترض هنا في المكان ده كده، يبقى شكله عامل كده. هاي السلندر بتاعتي وقت بيزيك وزي ما قطع فيه والمتال دوت حسب بقى الحاجات اللي انت عايز تبينها في الايه في الدروينج بتاعك. تمام، اتمنى تكون الفكرة وضحت النهاردة يعني، ازاي بتاخد موديل او بارت وتبنيه وبعدين تدخله على الدروينج. ناخد بالنا ان اسم البارت هنا بيتكتب عندك في المربع ده. انا ممكن اعدل لو انا عايز الرسمة بتاعتي بمربع معين يعني، او بشكل معين او بلوجو معين لشركة او كده، الكلام ده كله ممكن بيتعدل. هتدوس كده وتكتب edit sheet for right، تبتدي بقى تحط اللي انت عايزه وتمسح الكلام ده كله زي ما انت عايز يعني. مثلا ممكن ايه هاجي من هنا من سكتش كده وهو معمل ترم وهو مقطع كل ده مثلا، انا مش محتاج الكلام ده كله، محتاج النص التاني ده بس. هرجع تاني اهو، عدلت انا ايه الشيء بتاعي واكتفيت باسم البارت والايه شوية التايتل بتاعه والسكيل والكلام ده، شوية الداتا اللي موجودة. او انا انشئ بقى براحتي التمبلت اللي انا اقدر ايه او اللي انا عايز اشتغل عليها على طول في الدروينج بتاعي. تمام كده، ان شاء الله باذن الله في المحاضره الجايه وتقريبا هتبقى الاخيره يعني، هنتكلم فيها عن الاسمبلي، ازاي بقى نقدر نجمع كذا بارت مع بعض ونربطهم مع بعض، وبرضه هتبقى يعني مش حاجات ادفانسد، حاجات كده بدايات كده، بحيث الناس تقدر برضو تقدر يعني لو عايز يجمع اسمبلي عمل كذا بارت عايز يجمعهم مع بعض يقدر يعمل ايه اسمبلي بسيط في البيت. تمام، شكرا ليكم واشوفكم المحاضره الجايه ان شاء الله على خير.